المنارة اي اسمها شارع المنارة سنزور يعني يوم غدي ان شاء الله حسب البرنامج واسم المسجد يا مولانا هذه المسجد الكتبية الذي امامنا كما تشاهدون جميعا مسجد الكتبية وهو المسجد الذي بني على أنقاض قصر المرابطين هو بناه الموحدون لما انتصر الموحدون على المرابطين هدموا كل ما له علاقة بالمرابطين حتى قصر الملك هدم وبني محله هذا المسجد الذي أمامنا وهو مسجد الكتبية وكان ذلك سنة 1147 للميلادية أنا كنت أقرأها مسجد الكتيبة الكتيبة لا لا الكتبية الكتبية نعم هو مسجد الكتبية في مهرجان دائما الأفلام ما أعرف ليش في مراكز ثانية يمثلون فيه دكتور بعد وايد هني لا ودائما في مهرجانات حق بيع الأفلام أو شيء